السلام عليكم. نبدأ الموجز بفوز فريق وفاق يصطيف على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف لكأس رابطة أبطال العرب للمرة الثانية على التوالي. تتويج للفريق الذي مثل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل على المستوى العربي والذي رفع براية كرة القدم عاليا. هنيئا لفريق وفاق يصطيف ولكل مناصره. نشارك كيف يلعب بان صلوا نتلاقاو بهم فراشا بان صلوا نتلاقاو بهم كاع خرج هما ما كيتفين شفتو فيها الزومة شت شاف الزومة ايوه هذا مع السجن اختينا من شكور Thank you.
لك العيني.